المبدعين العرب هم في كل المجالات، لكن المعجبة بيه انه دايما معرض أستراكا بيجمع الفنين الاثنين مع بعض، فن الرسم التشكيلي وايضا فن الفوتوغرافيا الذي اصبح له كونسبت وله وجهة نظر ورؤية يعني تناسب انه يخش في عالم الفن التشكيلي اللي هو بالريشة وبالزيت وبالمية. أضف إلى ذلك طبعا معنا نحات ونحاتين كتير مصريين كبار جايبين بعض النماذج من منحوتات جديدة جدا وغريبة جدا وليها مدلولات. أنا شخصيا رغم أني أنا عاشقة للمتاحف اتفاجأت بيها، يعني مثلا المنحوتة دي اللي حاطة شنطتي هناك هيبقى ياخد لها هو الصورة منفصلة. المنحوتة دي بتتكلم عن الفرحانين قوي بالسلطة وبالكرسي، فهل هم قاعدين على الكرسي ولا تحت الكرسي ولا فوق الكرسي؟ مدلول بسيط بذكاء شديد النحات اشتغل عليه. أنا فرحانة جدا بوجودي في المرسم ده، مرسم أستراكا. طبعا دي أول مشاركة ليكي بعد طبعا عودتك من سفرية كبيرة. بقالي مدة، بقالي سنة يمكن ما جيتش أستراكا، بس هو المعرض ده يعني يستحق فعلا التشجيع والحضور.